ده مهمة كانت تتسوق من طرف بعض الناس اللي تيعملوا في التجارة ديال هذه المادة، تياخذوها وتيديوها خارج ديال المنطقة. من الآن حسسنا التعاونية غادي نبدا بالخروب، وبغينا نوليو نطحنوا هذيك الخروب هنا في المنطقة ديالنا في مولاس، غاتبنى دابا دار الخروب، ومنها نشجعوا اليد العاملة، ومنها نبيعوا الثمن الحقيقي ديالو باش يستافد الفلاح. هذيك كنقطة، والمهرجان هو كتعريف على هذه المادة وكتعريف على المنطقة من الناحية السياحية ومن ناحية أخرى، تعرفوا الناس على المنطقة. السلام عليكم.